خويا العزيز من لوتيسمو بن عزيز، جبنا لكم لافير الوكيل الموبيلي، جاب لكم منزل ولا اروع. تبعوه معنا في هذا الفيديو. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الموبيلي، انتم دائما تسناو في جديد العقارات، احنا دائما نجيب لكم الجديد من مختلف الاماكن. اليوم رانا في القليعه ليكيب، جبنا لكم فيلا ال بلس 1 بعقد ملكيه وشهاده مطابقه. وين اكزاكت؟ في لوتيسمو بي بن عزيز ببلديه القليعه، دائره القليعه، ولايه تيبازا. ليكيب ما تنساوش تابونيو في كامل صفحتنا التواصل الاجتماعي باش نلتحقكم العقارات الجديده. ليكيب فيلا ولا اروع في حي طريطري كالم. ليكيب كما نشوفوا حي معروف في لوتيسمو بن عزيز، لوتيسمو بي ليكيب، بمساحه 260 متر مربع، المبني منها 140 متر مربع. واش نلقاو؟ نلقاو في الطابق الارضي جاردان بمساحة 100 متر مربع، كاف بمساحة 25 متر مربع، وهنا في المساحة المبنية عندنا صالون، زوج غرف، مطبخ، حمام مرحاض، وعندنا كراج. ليكيب هاي ليك المساحة الخارجية تاعنا، وعندنا قلنا عندنا اون كاف بمساحة تاع 25 متر مربع. يلا نروحو نديكوفريو العقار تاعنا، لما ندخلو نلقاو هذا ليسباس اللي قودنا ديريكتومون لهذا لو اول اللي يعطينا لي زاكسي للغرف. هذه بريمير شومبر ليكيب، هذه غرفة اولى مخدومة بشكل جيد، يعني عقار الله يبارك، فيلا ما شاء الله مخدومة. الاول هذا في شوفاج، يعني باش يدفي كامل المنزل. هنا عندنا ايضا عندنا بتقعات كما يقولوا، ولا استقبال صغير، يعني ايضا بمساحه لاباس بها، مشروحه الله يبارك. هنا عندنا بالكون، عندنا بالكون ليكيب اللي يعطي تهويه واطلاله، وهذا الاول مخدوم ايضا بشكل جيد ليكيب. من هذه الناحيه عندنا الدوش تاعنا ولا الحمام اللي مخدوم ما شاء الله ليكيب، تري تري بيان باللابينوار، يعني بالفايونس حتى الفوق ما شاء الله الله يبارك، سانيتير ولا اروع. ايضا شوفوا الاول كيفاش مخدوم وبيان فيني من ناحيه الفايونس وكلش. من هذه الناحيه عندنا المطبخ تاعنا اللي حتى هو مشروح ومهوي الله يبارك، ومخدوم بشكل جيد، شوفوا بلون دي ترافاي وحتى مساحه تخزين الله يبارك، يعني ما شاء الله. ايضا نروحو نزيدو نديكوفريو العقار تاعنا عن كثب، نعاودو نخرجو لبرا وين راح نلقاو هذا ليسباس تاع الحديقة الجاردن تاعنا الجميلة اللي راهي مزينتها هذه الأشجار المثمرة كما نشوفوا ليكيب. عقار جميل وجميل جدا، جانا من القليعة اكزاكت من لوتيسمو بن عزيز ببلدية القليعة، دائرة القليعة، ولاية تيبازا، بمساحة 260 متر مربع. من هذه الناحية عندنا لاكاف تاعنا ليكيب اللي راهي بمساحة 25 متر مربع، أما عن الحديقة فمساحتها 100 متر مربع ليكيب. عقار جميل وجميل جدا، نروحو نزيدو نديكوفريو العقار تاعنا اللي حقيقة عقار مميز ومميز جدا من خلال البناء تاعو، من خلال أيضا التصميم الجميل تاعو. من هذه البوابة نطلعو ديريكتومون للطابق الأول وين راح نلقاو صالون، ثلاث غرف، مطبخ، حمام ومرحاض، وعندك بالكون في الصالون تاعنا. ليكيب هاوليك الطابق الاول اللي مخدوم ايضا تقريبا بنفس المود والديكوراسيون تاع الطابق الارضي. هنا عندنا الصالون تاعنا ليكيب، صالون صالا مونجي ما شاء الله مشروحه مخدومه طري طري بيان، شوفوا البالكون اللي فيها، عندك بالكون مميز مشروح يعطي تهويه واطلاله على الشارع تاعنا، يعني شارع لوتيسمو بن عزيز ببلديه قليعه، دائره قليعه، ولايه تيبازا. عقار مميز في منطقة يعني حديثة البناء، عقار جديد ما راهوش قديم، مبني على مساحة 260 متر مربع، المبني منها 140 متر مربع. عندك مساحة جميلة برا وين تقدر تزيد تزينها كحديقة ولا كمكان لتستفاد منه من مختلف الأغراض. من هذه الناحية عندنا مثلا نروحوا لاكويزين اللي فيها أيضا بالكون يعطي إطلالة على القطعة تاع الأرض تاعنا، على الجاردن تاعنا الجميلة، ما شاء الله، يعني الله يبارك، عقار مخدوم بشكل جيد. شوفوا حتى البنيان المحاذي للعقار تاعنا، بنيان جديد، معناتها لوتيسمون جديدة، لوتيسمون بن عزيز اللي الناس هاي بنات فيها يعني فيلات راقية وحي راقي معروف هنا في القليعة. دايور ما نقرا بالكامل لي كوموديتي، دوك نزيدو نهضرو على لي كوموديتي. من لاكويزين شوفو لي سانيتير تاعنا، هنا عندنا دوش طوالات سيباري بيناتهم، يعني حتى الدوش مخدوم بشكل جيد، شوفو الفايونس شحال شباب
في العقار تاعنا. نروحوا نطلعوا الفوق للسطح وين راح نلقاو السطح تاعنا قابل انه يزيد نزيدوا نبنيوا فيه يعني طابق اخر، بما انه عندنا شهاده مطابقه يعني كاين رخصه بناء في هذا السطح. من نقدروا نزيدوا نبنيوا سطح او طابق اخر. عقار جميل وجميل جدا، جاكم من بن عزيز قريب الكامل لكوموديتي، كاين الكهرباء والماء والغاز والانترنت، وعندنا مسجد ابتدائيه، زوج متوسطات، زوج ثانويات، مركز تكوين، قاعه رياضه ومسبح اولمبي. بالنسبه لوش كاين قدامنا، فوكا على بعد 5 دقائق يعني قريب للشواطئ تاع ولايه تيبازا وتاع فوكا. ايضا اكبر سوق للاثاث في التراب الوطني اللي بالمحيط تاع العقار تاعنا، قليعه معروفه بتجاره الاثاث، حمام وصونا زائد دوش مقابل مباشره المنزل. بالنسبه لسعره 6 ملاير قابل لتفاوض 6 مليار. نيغوسيابل ليكيب، تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في تعليقاته في الوصف. مع الوكيل ايموبيلي دائما نجيب لكم عقارات مميزه. سلام.